السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار هذا الفيديو غادي نتكلم لكم على المرض ديال بنتي. قررت باش ندير لكم فيديو على المرض ديال بنتي نظرا لان تجيني بزاف ديال التساؤلات وبزاف اللي تيسولوني على المرض ديال بنتي. انا ما كان بغيت نهضر على حياتي الشخصيه، ولكن غادي نهضر لكم على هذا الموضوع نظرا لان المرض ديال بنتي واحد المرض اللي نادر بزاف وبزاف ديال الناس ما عندهمش معلومات عليه، وطلبوا مني ندير لهم هذا الفيديو باش نعرف الناس على هذا المرض وكيفاش انا تعاملت معاه باش ياخذوا واحد يكون عندهم واحد المعلومات ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع هذاك المرض. يلا خليكم معايا وتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، واللي ما ابونيش معايا يتابونا معايا وما تنساونيش بلي لايك وبارطاجيو باش تعمل المعلومه. ربما كاينين الناس بزاف، ربما كاينين الناس اللي باغيين يعرفوا على يكون يعرفوا معلومات على هذا المرض، وتقدر تكون انت السبب باش يعرفوا على هذا المرض وكيفاش يتعاملوا معه. المهم اخوتي، المرض اللي عند بنتي هو سميتو ديرماتون ميوزيت بالفرنسي. ديرماتون ميوزيت باللغه اللاتينيه، ديرماتو يعني جلد، ميوزيت يعني العضلات. باللغه العربيه هو التهاب العضلات والجلد. هذا المرض الاصل ديالو هو الاصل ديالو خلل في الجهاز المناعي. كيف ما كتعرفوا كلكم، الجهاز المناعي الدور ديالو راه كلشي كيعرفوا، كيدافع على الجسم ضد الميكروبات والفيروسات والاجسام الغريبه اللي كتدخل للجسم. الجهاز المناعي كيحارب هاد الفيروسات وكيحارب هاد لي بكتيري. في الحاله ديال المرض ديال بنتي تيولي الجسم كيحارب نفسه، وكيولي الجسم كيحارب هذوك الاعضاء السليمه. انا في الحاله ديال المرض ديال بنتي يعني الجسم ديالها جهاز المناعه ديالها تاتاكي لها، تحارب لها الجلده ديالها والعضلات ديالها، وهادشي سبب لها التهابات في العضلات ديالها كيفاش بداها؟ يعني هذا هو التفسير بالمختصر ديال هاد التعريف ديال هاد المرض. كيفاش جا هاد المرض؟ كيف ما قلت لكم، يعني انا بنتي تعرضت لواحد الصدمه قويه، واحد الخلعه كبيره بزاف. جيت من بعد منها بواحد اليومين، يعني بداو الاعراض تبانو عندها. الاعراض كيفاش بانو عندها؟ يعني النوبه الاولى كانت غير فاش كتمشى رجليها كيحرقوها، كتقول لي ماما ما قدرش نمشي رجلي كيحرقوني. دونك هادو هما الاعراض اللي بانو عندها في الاول. واحد الحاجه مهمه اخوتي اللي بغيت نقولها لكم من خلال هذا الفيديو، وليداتكم ما تسهوش عليهم. انا يعني بنتي كانوا مجرد رجليها كيحرقوها حتى صدقنا في واحد المرض اللي نادر. يعني تشوفوا وليداتكم في درتهم شي حاجه ولا هذا، يعني بادروا بهم ما تسهوش عليهم. واحد الحاجه عاوتاني واحده اخرى، يعني وليداتكم خصكم ديروا فيهم الكونفيونس وتثقوا فيهم. انا النوبه الاولى فاش كانت كتقول لي ماما رجلي كيحرقني هذا، كانت الاغلبيه حتى تنكونوا ماشيين للمدرسه عاد كتقول لي رجلي كيحرقني. ملي كتكون تلعب مع صحاباتها ولا هذا ما يعني ما كيحرقوهاش. انا قلت كيفاش ملي تكون تلعب مع صحاباتها ولا هذا ما كيحرقوهاش رجلها، حتى تبغي تمشي للمدرسه كانت تسحبني كديرها بالعاني. ولكن واخا هكاك، يعني باش نتاكد انا ديتها عند الطبيب. اللي بغيت نقول لكم كاينين بزاف اللي تيسحب لهم ولادهم غير كيديروها بالعاني وهذا ويقدو ما يديوهاش فيهم. النصيحه اللي غادي نقول لكم هو ان تسمعوا لوليداتكم وعطيو الاهميه لداك الشيء اللي كيقولوا لكم، ولو انكم تشكوا يعني
قطعوا الشك باليقين، يعني تدي ولدك للطبيب ولا هذا باش تتاكد بان فعلا ما كاينه شي حاجه اللي خطيره. هذه حاجه. دونك بنتي ملي ديتها لعند الطبيبه عطاتني غير دو ليبران، قلت لها انا دو ليبران ديجا عطيتو لها وعطيتها لي بيبروفين مي ما دار لها والو. دونك انا بنتي خصني تعطيني ندير لها الراديو وندير لها تحليلات باش نعرف شنو عندها. قالت لي نو نو سي با لا بين، بيتيتر سي بسيشيك، بيتيتر بعد داك الصدمه اللي تعرضات لها بيتيتر سي بسيشيك، بيتيتر زعما غير دراري زعما فشوش ولا شحال. قلت لها انا بنتي كنعرفها زعما ما فيهاش الكذوب، بما انها كتبكي وكتقول لك الحرق اذا شي حاجه هي هذيك. المهم ما بغاتش تعطيني التحاليل وداكشي، قالت لي ديري لها غير هاد غير السيرو دو لي بران ولي بيبروفين ونشوفو. صافي مشيت بحالي هي هذيك، رديتها لها من بعد. عاوتاني قالت لي نونا لاخد لي شي يومين هكاك ورديتها لها، قالت لي نونا غير زيدي عطيها هذاك السيرو، ما بغاتش تعطيني باش ندير لها الراديو. مشيت للدار، شفت البنت تزاد عليها الحال. وهذا واحد الحاجه اللي بغيت نقولها لكم ونوصيكم بزاف بزاف بزاف، خصكم ديروا الكونفيونس في وليداتكم. يعني كيفاش غادي نقول لكم، انا يعني النوبه الاولى قلت يمكن هي كدير هكاك، لحقاش بحد فاش كتبغي تمشي للمدرسه كتبقى تبكي بزاف وكتقول لي رجلي كيحرقوني، قلت يمكن هي ما بغاتش تمشي للمدرسه ولا شي حاجه. نعطيها دو لي برام كنديها للمدرسه. حتى من بعد ملي شفت البنت زعما تزاد عليها الحال وشفتها كتقول لك رجلي تحرقوني، صافي حملت بنتي في ظهري وديتها لوبيتال. ديتها ما وليتش رديتها لعند هذيك الطبيبه، ديتها لوبيتال داروا لها في لوبيتال عاوتاني، قالوا لي نو يمكن غير بسيشيك وداكشي داك الصدمه اللي تعرضت لها، وجابوا بسيكولوج هضر معاها وعودات له وقالت ليه زعما هذيك الصدمه اللي وقعت لها. المهم من هذا المنبر سبب في هذيك الصدمه تنقول حسبي الله ونعم الوكيل وما عمرني نسمح له للدنيا ولا اخره. المهم ديت بنتي للطبيب، داروا عاوتاني حتى الطبيب تبقيت كنتناقر معاهم، ويعني انسيستيت عاد باش داروا لها التحاليل. من داروا لها التحاليل قالوا لي عندها التهاب، يمكن غير فيروس هذا راه دايز، غادي نديروا لها غير السيرو، غنديروا لها غير السيرو والدس ديالها غادي تاليميني داك الفيروس وهادي يزول من هذاك الفيروس. هي هذيك داروا لها السيروم واحد اليومين ثلاث ايام. البنت كانوا رجليها كيحرقوها ولكن كتمشى شي شويه، مابقاتش تقدر تمشى، ولاو يديها حتى هما تحرقهم مكتقدرش تحركهم، ولا ظهرها كيحرقها مابقاتش كتحركو، وما حدها كتزيد والحاله ديالها كتزيد تدهور. من بعد ما بقاتش تقدر تحرك عنقها. من بعد صافي مشيت عند الطبيب وهذا، قلت لهم ماشي معقوله، سي با نورمال. قلت لهم البنت يعني قلتي بان عندها غير فيروس وهادي ديروا لها داك السيروم وهادي يفوتها، يعني الداتا ديالها غادي تاليميني داك الفيروس. نورمالمون يومين ثلاث ايام هادي تبدا الداتا ديالها يعني تبدا تحسن، ماشي العكس. هي دابا راه كتدهور، اذا نو ماشي هادشي، يفو شيرشي شنو عندها. الحمد لله انايا شادي نقول لكم، انا كنت خدامه في لافارماسي تقريبا شي 8 سنين وانا خدامه في الفارماسيان ملي كنت في المغرب، وكنعرف الدوايات وكنعرف الدواء وكنعرف لي مالادي، وكنت كنقرا كتب على لي مالادي وداكشي. المهم عندي واحد شويه ديال المعلومات في هذا الميدان ديال الطبي، فاش كنهضر معاهم بواحد المصطلحات الطبيه، ويعني اقتنعوا بان فريمون راه خاص هذا. صافي داروا لها واحد التحليلات يعني بلي بريسي، عندها هاد لا مالادي. هي هذيك عيطوا لومبيلونس تمتم جات هزاتنا،
انا وياها بنتي صغيره كانت في المدرسه، عاد المهم واحد الروينه مشينا لمارسي لوبيتال الكبير في مارسي، دابا اون ايرجونس داروا لها سكانير، داروا لها لي غيغيم، داروا لها التحاليل، وبقاو الاطباء ما بيناتهم تيديروا اجتماعات باش يشوفوا شنو هادي يعطيوهاكم تريتمون، باش يقروا التريتمون اللي هادي يعطيوها، لان كيف ما قلت لكم واحد المرض نادر ما عندهمش واحد يعني استراتيجيه ولا شي حاجه. المهم حتى تيتجمعوا هادوك الاطباء وتيديروا اجتماعات عاد باش كيقروا الدواء اللي هادي يعطيوها لها. المهم شادي نقول لكم بنتي زعما وصلت لواحد الحاله ما عمرني ننساها، ما عمرني ننساها. وش هادي نقول لكم، الغربه صعيبه صعيبه، وبالاخص في هاد المواقف بحال هكا. هنا في الانسان كيحس بالغربه. بنتي صغيره ما كنتش كنلقى اللي يشدها لي، كانت معايا في لوبيتال، وبنتي الاخرى مريضه يعني كنقابلهم بجوج بهم، الاخرى عندها 6 سنين، الاخرى عندها 4 سنين. 4 سنين باغية تلعب، باغية تجري، مسكينة مشدودة عليها في لا شامبر مع بنتي مريضة، وديجا زعما في السبيطار راهم شافوا من حالي وقبلوا ان بنتي تجلس معايا. اما في حالة اخرى راه انتردي زعما البنت صغيرة تجلس معانا. المهم اخوتي شادي نقول لكم، بنتي صغيرة مسكينة ما كانتش كتمشي للمدرسة، كانت جالسة في لوبيتال معانا. وكيف ما قلت لكم كنقابل بنتي كبيرة كيف ما قلت لكم ما بقاتش كتحرك نهائيا، ما بقاتش تقدر تحرك لا يديها لا رجليها لا راسها لا حتى شي حاجة. يعني كنوكلها، كندير لها لا دوش، كنديها للطواليت، يعني كندير لها كل شيء. واش غادي نقول لكم، الحمد لله ربي راه كبير. يعني واخا داك كنت في داك المشاكل صعيبه بزاف، واحد الظروف نفسيه صعيبه بزاف، ولكن كنت كنقول الحمد لله كيف ما قلت لكم، لان كان عندي واحد المعلومات انا في هاد زعما هاد الامراض، على الدويات، على بزاف ديال الحوايج. يعني كنقدر نتواصل مع الطبيب، كنسولو، كان بزاف ديال الحوايج يعني فادتني. ومن غير هادشي عاوتاني كيف ما قلت لكم، انا كنت ملي جيت لفرنسا كنت دوزت واحد لا فورماسيون، داك لا فورماسيون ديال اسيستون دو فيو فامي، تترافق الناس دابا بالاحتياجات الخاصه والاطفال والعجازه. يعني قريت عاوتاني في هذاك لا فورماسيون على الامراض وكيفاش تتعامل مع الناس اللي مرضين، كيفاش يعني داك الطريقه، كيفاش تتعامل، كيفاش تهزي المريض، داك لا تكنيك، كيفاش تهزي لواحد مريض باش ما تضريش الا كان مريض، وهذا كيفاش تهزيه وهذا. فريمون هذاك لا فورماسيون نفعتني بزاف، لان كنت كنستعمل هذوك لي تكنيك باش نهز بنتي، باش بنتي ما كانتش كتقصح. كان نورمالمون لي زانفيرميير هما اللي يهزوها، هما اللي يدوشوا لها، هما زعما اللي يقابلوها، ما انا كنت كندير كلشي لبنتي، لان ملي كانوا كيجيو يهزوها لي زانفيرميير ولا هذا كانوا كيضروها. انا كنت الحمد لله كنهزها، ما كتضرش، جو في اتونسيون. كيف ما قلت لكم مع داك لي تكنيك اللي كنت تعلمتو هذا كانوا نفعوني بزاف. يعني كنت كنقول الحمد لله، بعدا الحمد لله تصابيت، درت هاد لا فورماسيون، نفعتني في بنتي. شادي نقول لكم، بنتي مسكينه كانت كديبلاصا غير بحدك بالكرسي المتحرك، وبقات شهر وهي في السبيطار، بقات شهر في السبيطار، كتعرفوا الشهر في السبيطار. شادي نقول لكم، كيف ما قلت لكم، الانسان في هاد المواقف الصعبه فين كيحس بالغربه فعلا. كنت انا وبنتي في السبيطار، بنتي كيعطيو هذاك الماكله ديال السبيطار، بنتي ديجا كانوا دايرين لها ريجيم سون سيل سون سكر، يعني ما كتاكلش السكر، ما كتاكلش الملحه، وراكم عارفين الماكله ديال السبيطار.
وكانوا كيعطيو غير البناتي، حتى البنت الصغيره كانوا كيعطيوها ياكل تاكل، وانا حتى تياكلوا بناتي، وداكشي اللي شاط على بناتي كناكلو. شتي نقول لكم دوزت واحد الفتره صعيبه بزاف بزاف بزاف، نفسيا وجسديا وكلشي، ولكن الحمد لله. المهم بدات كتحسن بنتي واحد شويه، كانوا تعطوها واحد الدواء مجهد مجهد بزاف، تعطوها كانوا كيعطوها لي كورتيكويد ا فورت دوز، كانوا بداو لها ب 260 ميلي غرام. راكم عارفين لي كورتيكويد 260 ميلي غرام راه بزاف بزاف، وكانت مسكينه دايرين لها الريجيم بلا ملحه بلا سكر، وكانوا كيعطيوها واحد سميتو واحد كيديروا لها في السيروم، تيديروا لها واحد الدواء ميتوتريكسات، هذاك باش كينقص المناعه في الذات، باش كينقص المناعه، باش لان المناعه كانت طالعه عندها بزاف، دونك كيعطيوها هذاك الدواء باش ينقص لها المناعه، وفاش كتنقص المناعه كيولي الانسان سنسيبل، دونك خصنا نحضي معاها مزيان، يعني من ناحيه النظافه، من ناحيه بزاف ديال المسائل، لانها كتولي الذات ديالها فخاجيل، كتولي الذات ديالها فخاجيل. دوزنا كما قلت لكم شهر في السبيطار، ومن بعد منها دخلنا للدار عندي انا الدروج، ساكنه في الدوزيام ايطاج، كنهزها على ظهري ونطلعها في الدروج، ومشيت كريت هذيك لا شيز غولونط باش هكا كنخرجها مره باش تفول شي شويه، ما تبقاش هي ناعسه في الدار، وباش ما تقنطش. جلست في الدار واحد ما كامله السيمانه، وتزاد عليها الحال، تزاد عليها الحال، ما بقاتش كتقدر تصرد، يعني هذاك المرض قاس لها العضلات المسؤوله هنايا على اللي في الحلق ديال الحلق، سو كيتي ما بقاتش كتقدر تصرد، وهذه حاجه خطيره بزاف، لان ما تقدرش المشكل ديال هذيك العضله تقدر دير هذيك الديفو سغوت الله يسر، وتمشي لها الماكله للريا ولا هذا، وتقدر تخنق الله يسر. سو كيفي عيطت للطبيب نو يا ربي، هزيتها وديتها للطبيب، غير الطبيب هذا ديالنا هنايا، منين قلبتها الطبيب هذا عيطوا لومبيلونس اون يورونس، داتها عاوتاني لمارسي لوبيتال الكبير، داوها تمايا ديريكتومون، داروا لها سكانير وداروا لها هذا. المهم بقات واحد اليومين هكا، كيف ما قلت لكم كيقروا شنو هادي يديروا لها، يعني شافوا الاطباء بان داك التريتمون اللي عطاوها ما كافياش، وبقى واحد اليومين ولا ثلاث ايام دوزها، من اصعب الايام في حياتي. كان الطبيب تيجي عندي، كيحاولوا يعني بريباريوني، قالوا لي فوالا، يعني المرحله اللي وصلت لها بنتك مرحله خطيره، ويعني في اي لحظه تقدر تدخل الانعاش. قالوا لي زعما الا المرض قاس لها العضله ديال القلب، وقاس لها العضله ديال المعده، صافي راه ندخلوها للانعاش. قالوا لي يعني خصك زعما تكوني موجده راسك باش ما تصدميش ولا هذا. وكان بسيكولوج كانت كتجي عندي كل نهار، زعما كيف ما قلت لك كانوا كيوجدوني، وكيف ما قلت لكم كيف ما العاده بنتي الصغيره معايا. المهم بقينا بحال هكا واحد 3 ايام ولا هذا، وانا نعس ما تنشوفوش ومخلوعه. المهم شنو غادي نقول لكم،
الصوت ديالها تبدل، ولات كتهضر بحال نفنافه، بحال كتهضر على نيفها. الصوت ديالها تبدل، ولا مسكينه كيعطيوها هي الماكله مطحونه، ما كتاكلش الماكله عاديه بحالنا، كيطحنوا لها الماكله عاد كيعطيوها لها. واش غادي نقول لكم، مسكينه ضعفت بزاف بزاف، ولات حالتها لحالها. حتى من بعد واحد 4 ايام ولا هذا، عاد قرروا انهم يزيدوها واحد الدواء، زادوها واحد الدواء، كانوا كيعلقوا لها السيروم، تعلقوا لها في السيروم، تعلقوا لها واحد 3 ايام. 3 ايام المهم داروا لها داك التريتمون، الحمد لله الدات ديالها استجبت مع التريتمون، والحمد لله تحسنت شويه ودارت شويه لاباس. المهم جلست في الطبيب عاوتاني تقريبا واحد الشهر وانا جالسه انا وياها في الطبيب. واش غادي نقول لكم، واحد الحاجه اللي ما ننساهاش وما عمرني ننساها، الفرمليه ولا الطبيب ولا هذا، زعما اش غادي نقول لكم، هادوك الناس وحق الله العظيم ناقصهم غير شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله. الصراحه واحد المعامله كيفاش كانوا كيتعاملوا معايا انا، كيفاش كانوا كيتعاملوا مع بنتي، كيفاش كيتعاملوا مع بنتي الصغيره. كانوا كيقولوا لي خليك انتينا مع بنتك الكبيره، ها انتينا قابليها، والصغيره خليها لنا حنا نقابلوها، الصغيره حنا نقابلوها. وحق الله العظيم كيديوها لعندهم البيرو، يعطيوها الكوتي، يديروا لها البورطابل، يديروا الاغاني، ويجلسوا يشطحوا هما وياها باش ما تحش بداك، باش ما تحش بداك الجو ديال السبيطار. وانا ساعات يجيو عندي تيقولوا لي حتى جيتي شي حاجه قولي لنا، واش نجيبوا لك اتاي، نجيبوا لك تشربي شي حاجه، نجيبوا لك شي حاجه. زعما واحد الانسانيه وحق الله العالي العظيم، كيف ما قلت لكم هذوك الناس والله الا ناقصاهم غير شهادات لا اله الا الله محمد رسول الله. زعما كتشوف واحد الفرق كبير في المعامله، واحد الانسانيه، واحد الانسانيه زعما كتبكيك. وحق الله العظيم حنا كمسلمين حنا اولى بداك المعامله، حنا اولى بداك المعامله، حنا اللي مسلمين، حنا اللي خصنا نكونوا بحال هكاك، وحنا اللي خصنا نتعاملوا بحال هكاك. ولكن للاسف المهم قلت لكم اخوتي، الطبيب كيفاش كان كيتعامل مع بنتي، كيفاش زعما واحد المعامله ما عمرني ننساها. وحق الله العظيم ما عمرني ننساها. هادوك هما اللي ملائكه الرحمه بصح، وحق الله العظيم هادوك يستاهلوا داك الكلمه ديال ملائكه الرحمه، فعلا ملائكه الرحمه. لان داك التعامل يعني واحد التعامل ما عمرني ما ننساه. المهم قلت لكم اخوتي، هي هذيك حتى كملات بنتي شهر تقريبا، وعاد خرجات. منين خرجات عاد جينا الدار، عاد جينا الدار كيف ما قلت لكم، كان من بعد داكشي، من بعد داكشي انا درت الدوموند بمساعده تجيني للدار. بنتي انا اللي كنت كنهتم بها وهذا، ولكن المساعده كانت كتجي للدار باش البنت الصغيره تبدا تمشي للمدرسه. فاش كنت كنمشي انا مع البنت الكبيره للسبيطار، كانت بعدا وحده كتبقى مع بنتي الصغيره في الدار، وتتديها للمدرسه وتعطيها تاكل وتجيبها وهذا. المهم بنتي ما بقاتش كتمشي معنا للسبيطار، ولات بالنسبه للناس اللي عايشين في فرنسا غادي نقول هذيك لا دوموند ديال سميتها ترافايوز فاميليال. بالنسبه للناس اللي عندهم اولادهم مرضين وتيمشيو مع اولادهم للسبيطار ولا هذا ومحتاجين المساعده، يدومونديوها من لاسيستون سوسيال ديالهم ترافايوز فاميليال. هذه ترافايوز فاميليال فاش الام تتكون غايبه، ما يمكن لهاش يعني تعتني بولادها، وما عندهاش يعتني بولادها، تيديروا لها واحد المساعده كتساعدها، يعني بحال كتبلاصي الام فاش الام كتكون غايبه. المهم الحمد لله بعدا المشكل ديال بنتي الصغيره لقيت له الحل، حليته وبقات وحده كتجي معها،
وبنتي استمرت في الرحله ديال العلاج ديالها. كانت كل 15 يوم كتمشي للسبيطار كتنعس 3 ايام باش كيديروا لها داك الدواء تيديروا لها داك الدواء. وتبعت لبنتي الريجيم ديالها، تبعت لبنتي الريجيم ديالها في الدار، وليت كندير لها انا الريجيم في الدار بلا ملح بلا سكر. الفيديو ان شاء الله ماجي نوري زعما نقول لكم كيفاش حتى نجحت ان درت البنت بنتي ديال 6 سنين، ويعني وكنت كندير لها الريجيم بلا ملح بلا سكر، وكيفاش زعما حتى نجحت ان بنتي الحمد لله تبعت هذاك الريجيم بدون اي مشاكل. ان شاء الله باش ما يجيش الفيديو طويل غادي ندير لكم فيديو خاص على الريجيم اللي درت لبنتي، وكيفاش حتى نجحت في انني ندير لها الريجيم، وكيفاش اقتنعت حتى هي ودارت الريجيم وتبعت داك الريجيم. وان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله باش ما نطولش عليكم، فيديو اخر ان شاء الله غادي نقول لكم كيفاش كنت تنتعامل مع بنتي في السبيطار باش بنتي ما حساتش بالمرض ديالها، ماشي ما حساتش بالمرض ديالها، المهم تعايشت مع المرض ديالها، وكيفاش حتى انا تعايشت مع المرض ديال بنتي، وكيفاش يعني دوزت هذيك الفتره ديال المرض ديال بنتي. المهم باش ما طولت عليكم بزاف بزاف، هذا هو المرض ديال بنتي اللي كتعاني منه دابا هذه 3 سنين وهي كتداوي على هذا المرض. الحمد لله كيف ما قلت لكم كانت كتمشي كل 15 يوم كتمشي كتنعس في السبيطار 3 ايام. تصوروا ان كل 15 يوم كنديها للسبيطار كتنعس 3 ايام، وتيديروا لها داك السيروم وتيديروا لها التحاليل ديال الدم باش يشوفوا لا مالادي فين وصلت، وكيديروا لها الفحوصات الطبيه. ومن بعد الحمد لله من بعد ولاو كيديروا لها كل مره في الشهر داك الدواء، ولاو كيديروا لها كل مره في الشهر، ومن بعد ولاو كيديروا لها مره في 3 شهور هكاك حتى كملات 2.5 تقريبا ديال التريتمون، وعاد حبسوا لها التريتمون. دابا الحمد لله بنتي وقفوا لها الدواء، وقفوا لها الدواء الحمد لله، الحاله ديالها تحسنات بزاف بزاف بزاف، يعني ما بقاتش كتمشي، ولات كتمشي عادي، ما بقاتش كتمشي بداك الفوتوي غولون، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الدعاوي ديال الناس اللي وقفوا معنا، بفضل يعني الطبيب والاعتناء وبزاف ديال الحوايج. ودابا كتمشي مره في 3 شهور كنديها للطبيب، كيديروا لها داك المره داروا لها لي غيغام، ودابا هاد المره التاليه ما داروا لهاش لي غيغام، قال لي الطبيب الحمد لله الحاله ديالها راه مستقره، ولكن بما انه هذا المرض مرض نادر ما كايناش شي حاجه مؤكده، ما نقدر ناكد لك حتى شي حاجه. وهذا المرض المشكله ديالو انه كيجيب دي بوسي، يعني تقدر يتاكتيفا ويتكالما ويعاود ثاني يتاكتيفا. انا كنتمنى من سيدي ربي زعما ما يوليش يتاكتيفا، وكنت منها من سيدي ربي يعني شافيها في خطره، وكنت منها كاع من الناس اللي شافوا هذا الفيديو يدعيوا معاها، يدعيوا لها بالشفاء، ويدعيوا باللي ان شاء الله ما يوليش يرجع لها هذا المرض لانه مرض صعيب بزاف بزاف. والحمد لله الحمد لله يعني دغيا عتقتها ودغيا داوات، لان هاد المرض الا ما داواش يقدر يخلف واحد الاعاقه مدى الحياه، مرض صعيب بزاف بزاف. واش غادي نقول لكم واحد النصيحه، يعني كيف ما قلت لكم هاد المرض راه خصو يتعتق في لو ديبي ديالو في الاول ديالو، يعني ما تسهلوش مع هاد المرض، والانسان اللي عرف راسو في هذا المرض راه خصو يعتق راسو ويمشي يداوى، لان كيف ما قلت لكم يقدر انه يخلف اعاقه مدى الحياه. ما تسهلوش مع هذا المرض، انا جاوني واحد الحالات بزاف اللي سولوني على هذا المرض، ومنهم واحد الاخت اللي كانت سولاتني
في المغرب وما عندهمش الدواء في المغرب وما عندهمش هذاك الدواء في المغرب. شادي نقول لكم هي ما لقاتوش في المغرب وقالت لي صافي انا ما نديرش لبنتي الدواء، ما نديرش لبنتي الدواء لحقاش ما لقيتوش في المغرب. ما نكذبش عليكم يعني لقيت راسي كنغوت معاها وكنقول لها لا ديري لبنتك الدواء وديري لبنتك الدواء وما تغفليش على بنتك، وإلا ما عندكش الدواء قلت لها انا نصيفطولك، انا نصيفط لك الدواء من هنايا، وما تخليش بنتك، ما تخليش بنتك، داوي بنتك. شادي نقول لكم صيفط لها هذاك الدواء، خطره وحده ما ولاتش اتصلت بيا، ما بقاش عندي حتى شي يعني معلومات على بنتها. تنتمنى ان بنتها يعني انها تقابل بنتها، وتنتمنى انها تسمع هذا الفيديو هذا، وتنتمنى انها يعني تقابل بنتها وتداويها. هذا المرض راه ما معاهش اللعب، وانا شفت حالات اللي ما داواوش، والإعاقة اللي زعما خلف لهم هذا المرض واحد الإعاقة صعيبة بزاف بزاف. يعني كنتمنى أي واحد يعني يدعوا وما ما يتهاونش مع هذا المرض، ما تهاونوش مع هذا المرض، سمحوا لي. المهم غادي نقول لكم راني طولت عليكم بزاف بزاف، غادي نقول لكم بالسلام عليكم وفيديو قادم ان شاء الله. وما تنساونيش بالدعاء، دعيو مع بنتي ودعيو معايا حتى انايا، لان من بعد هاد المشاكل ومن بعد هاد المشاكل وداكشي يعني حتى النفسيه ديالي تاثرات بزاف، ولكن الحمد لله انا كنقاوم وان شاء الله غادي يكون معايا وغادي يكون مع بنتي ويكون مع كاع الناس اللي عندهم مشاكل. وكنتمنى الشفاء لجميع المرضى اللي عندهم شي وليدات مرضين ربي يشافيهم، واللي مريض ربي يشافيه. وما تنساوش الدعاء لبنتي ان شاء الله. والسلام عليكم والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.